انطلاقا وفق اعضاء الجمهور والحضور الكريم، صدر لجولي هاوس من الجهه الداخليه ومحاوله للشعر الازرق دون غونتر وجيبي جمبر من وسط الجهاد من الجهه الخارجيه، بيرفكت ستروم محاوله للحق، وفي الترتيب الثالث الشامان وتاكو الشيخ خطوه بخطوه بشكل جميل، الجياد بشكل سلساعد الجواد، جولي هاوس تخطف الصدارة وعفوا بيرفكت ستروم تخطف الصدارة وتذهب في الوصافة الثنائية للصدارة، جولي هاوس مشكي سيد عبد اللطيف حسن زين العلمادي وسليم غلام، في الترتيب الثالث الشامان من سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وتاكو الشيخ المنعطف الأول اتجاها إلى المنعطف الثاني، والصدارة لا تزال مع بيرفكت ستروم بشكل جميل وقوي، والوصافة مع الجواد المرشح جولي هاوس في هذا الشوط بشكل جميل وقوي. في الترتيب الرابع والخامس هناك الجواد الفنتر ملك سيد الشهيد بن خليفة بالجاسم الكواري وجي بي جمبر وأيضا محيط ملك الشقب ريسنج ومارفين سورلن، صدارة جميلة وقوية ولا تزال الصدارة مع الجواد بيرفكت ستروم ملك الصافنات ريسنج مارك لارنر بصدارة جميلة وقوية، وفي الوصفة نشاهد الجواد جولي هاوس تستعد وتبدأ بالرحيل ومحاولات وتعديل من المركز الرابع أدم فالدر إلى الترتيب الثالث، وجيبي جمبر المنعطف الأخير صدارة جميلة وثنائية بيرفكت ستروم وجولي هاوس ومحاولات للدم فندر، ولكن الصدارة مع بيرفكت ستروم من الجهة الداخلية والفارس مارك لارنر ودخول قوي والأمتار الأخيرة دم فندر والأمتار الأخيرة بالمركز الأول شعيل بن خليفة الكواري جي بي جمبر، وفي الترتيب الثاني جولي هاوس ملك. ونتائج الشوط الخامس أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول جواد رقم 8 أدم فولتر ملك سيد شهيل بن خليفة بن جاسم الكواري والفارس جي بي كمبر والمدرب مبارك محمد الخيارين، مبروك بتوقيت وقدره دقيقتان و17 ثانية و88 جزء من الثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 5 جولي هاوس ملك سيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والفارس سليم غلام، وفي الترتيب الثالث جاء الجواد بيرفكت ستروم ملك دول وصافينات ريسنج والفارس مارك لارنر، وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 3 الشامان ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والفارس داغوشي، وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 7 ريتش هيستوري ملك سيد حمد أحمد حسن المالكي الجهني والفالح فالح بغني. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.